قتلني. انا حاسب خلاص شو يسوي يعني؟ ها ده اسمحي لي، انا في الحقيقه هذا كاتب عن انجاء فتره المختار العصر ولا عصر، تفهم شلون؟ والعدد القتلى التي حصلت في زمن نور المالكي بحيث انه كانت مرحله تسمى دمويه. الشيء الاخر هو كان من الاسباب الذي خلق الفجوه ما بين المرجعيه الدينيه وما بين الحكومه. يعني اليوم انت تتفق ولا طرح السيد عصام؟ ليس كل ذلك، ليس كل ذلك، دخل خلف خلف مو انا عن ترى ما بقى لي وقت. اي انا في الحقيقه لازم انطي وقت. ها شو ها، اما قضيه التوظيف فعادل عبد المهدي ما شاء الله التوظيف صار عنده مثل الفصم، بحيث كان يوقع على كل 300 واحد 400 واحد. وعمق نظرية الدولة أو الميزانية التشغيلية والتي كانت من أسباب لا. أختي العزيزة أختي الكريمة أنا بإذني سمعت مرة وقفت وكان السيد أبو الإسراء واقف ويا حسين الشهرستاني، فحسين وكان قضية تفاهم مع دولة حول قضية الكهرباء وكذا والنفط وكذا، هو نفس السيد يلتفت إلى عزيزي يقول له هاي شنو الشركة تعرفوها هاي كذا ما أدري شنو يعني كان هذا تأكيد لكلام السيد عصام إنه إلى حد ما، لكن هذا لا يعني إلى أنه التيار الصدري تيار خير وما خربوا ما لا خربوا وكذا وإلى آخره، وأيضا يتحملون المسؤولية مثل ما جماعة المنصات يتحملون المسؤولية، ومثل ما الحلبوسي وهذا شو يسمونه الخنجر الان اللي راح يصيرون سبب في تمزيق المكون السني وفي تدمير المكون السني، هذه القيادات الشيعيه كلها ساهمت مساهمه كبيره. وصول وصول رئاسه الوزراء للتيار الصدري حد عدل المسار اللي تحدثت به كله؟ صعب صعب صعب. نعم انصح التيار وانصح السيد مقتدى الصدر، وربما انا احيانا اوعى من اوعى منه سياسيا في بعض الاحيان، لانه ماكو واحد مطلق، ان يقوم بعمليه تغيير بنيوي هائل في داخل التيار وخصوصا على صعيد القيادات، ويقسم العمل ماله قسمين، القسم الاول سياسي يشتغل بالعمليه السياسيه، والقسم الثاني بنيوي يشتغل في الشارع. خلي اسمع السيدة عالية تشحق الرمي كل ما ذكر. نعم يعني اولا ابتداء ان هذه سالفة الحرس القديم، هم كلهم حرس قديم كلهم موجودين ب 2003. خلي اثبتها خلي اثبتها خلي اثبتها نقطة راسطة. مو العمل السياسي. لا لا انت تحكي على قيادة البلد من 2003 لليوم. لا لا انت جزء من قيادة البلد. لا خلي نكمل خلي نكمل خلي نكمل جزء من قيادة بلد انت جنتو، هذا واحد. يعني من اثنين انا من تكلمت استاذتي العزيزة على التوظيف، كثير من الملفات اللي تتعلق بالمبادرات الزراعيه والصناعيه والكثير من الملفات تتعلق بالفلاحين كانت ضمن عمليه التوظيف. راحت المسؤولين. هسه خليت يا ابن الحلال مو خليت النتيجه تعرف شلون؟ النتيجه مثل ما انت قلت مشروع داعش وغير داعش اللي ارادوا لهذا البلد ان لا ينهض، يعني احنا لا نترك العامل الخارجي الذي لم يرد لهذا البلد ان ينهض وان يكون ريادي بمقابل الدول المنطقه ودول العالم، ارادوا ان يطفخ دائما سواء كان بادواته او خارج ادواته. الى الان الهتاف التي الى الان الهتاف الذي هتفنا فيه في زمن الدوله العثمانيه بين العجم والروم بل وابتلينا لا يزال هذا الهتاف أحسنت. موجود. يعني احنا لا ننسى العامل الخارجي ودوره في انهاء هذا الحكم الموجود او انهاء التجربه. بس خلينا نكملش في موضوع ايران أتفضل. وبعض القوى السياسيه وتحولاتها ودقيقه واحده. قبل من كانت حكومه اصلاحيين استاذ غالب يعرف جيدا ما اقصده، كانوا الكل شهر عسل. هسه اللي تحالفوا ويا الغرب وراحوا ويا الامريكان كانوا بشهر عسل ويا الاصلاحيين، بس من تغير نظام الحكم في ايران وتحول الى المحافظين هسه صارت ايران عدوه، وهو يعرف وانا اعرف ايش دا اقصد.